تحياتي الإخوان، واحد السؤال كيجيني بزاف هو على حساب ميزاجور ديال أطلس. ميزاجور ديال أطلس أغلبية كيقول لكم كيبغي شي دوز، أغلبية هذاك ميزاجور أونلاين اللي كيكون في الريسيبتور أوبر دي كارد ما كيدوش، معروفة هادي في بعض الريسيبتورات، وكاين اللي ما كيبغيش يدوز ديما. أغلبية كيبغي يدوزو بالفلاش ميموار، فلاش ميموار أو كيما كيقولو كلي أو يو إس بي. هادي أغلبية كيقولك ما كتبغيش دوز ليا، كتبغيش دوز فلاش ما كيبغيش يدوز. المشكل فين كيكون؟ ماشي في الريسيبتور، المشكل كيكون في هادي. علاش؟ اول حاجه تبغي تاخذ شي كلي يو اس بي ما يكونش فيها البوره اللي كتبقى تكليونتينا، كتبقى واحد البايله كتكون فيها كتبقى تشعل، كتبان لكم واحد البايله هنا كتشعل فيها ياك. حاولوا تشوفوا شي كلي ما فيهاش البوره كتشعل نهائيا، ما تكونش فيها البوره، فهمتي؟ وكاين اللي كيدير ديك القضيه ثاني ديال كارت ميموار، وكيديرها في هذاك الشاريو ديال كارت ميموار، وكيديرها مثلا في فلاش ولا هادي كتخرج على الكارت ميموار. شوف الكلي تكون ما كتشعلش فيها غير البوله، راه غادي تفلاشا الريسيبتور اطلس، ما كيقبش الكليات اللي فيهم البوله كتشعل، ديك البوله كتكون شاعله هنا ولا شي حمراء زرقاء صفراء. علاش ما عندوش مع الضوء؟ هذا ما كان تحياتي. المهم الا بغيتي دعمنا مرحبا، ما بغيتيش دعمنا مرحبتين وشكرا. اللي عنده شي سؤال مهم يخليه في كومونتير. تحياتي اخوان، يلا اللي بغى يبارطاجي يبارطاجي، اللي ما بغاش انت حر. اللي عنده شي سؤال قلت لكم يخليه ليا، سمحوا ليا.